من بيروت أرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي يوسف مرتضى. أستاذ يوسف، ربما هذا جانب من التطورات على جبهة الجنوب اللبناني، هل الأمور ذهبت إلى تطورات أخرى في ساعات المساء؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. ما يحصل في الجنوب على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني ليس جديد، هو تقريبا يحصل بشكل يومي منذ 8 أكتوبر، ولكن اليوم بالتحديد يحصل تطورات تصعيدية من جانب العدو الإسرائيلي بتكثيف القصف على العدد من البلدات الحدودية، الذي أدى أيضا من جانب المقاومة إلى مواجهة هذا التصعيد بتصعيد بالمباشر، وبالتالي هذا تطور جديد، وهذا ممكن إذا كان يعني أدى إلى يعني خسائر كبيرة، أو خاصة إذا طالت هذه القذائف والصواريخ أهداف مدنية كما حصل قبل يومين باستهداف سيارة استهدفت 3 أطفال مع جدتهم، بدون شك هذا يأخذ الأمور إلى تطورات خطيرة. ولكن ما هو معروف اليوم أن قواعد الاشتباك القائمة منذ 8 أكتوبر في الجنوب لا يزال هناك التزام فيها يعني على طرفي الحدود، وبالتالي نأمل نحن أن تبقى هذه العملية، ولدى اللبنانيين قلق ولدى العالم قلق من أن هذا أن تتدحرج هذه المواجهة إلى مواجهة شاملة. وكلنا يعرف، أنا أعتقد أن المقاومة اللبنانية لا يترغب في توسيع الجبهة، ولكن على ما يبدو أن العدو الإسرائيلي وعلى رأسه حكومة الفشل برئاسة نتنياهو تريد توسعة هذه الجبهة لإغراق المنطقة، ليس فقط لبنان، لإغراق المنطقة، لأن نتنياهو وحكومته غارقين في الدماء إلى حد رقابهم، وبالتالي هم يفشلون في المواجهة في غزة، لا يحققون أي إنجاز يذكر، وبالتالي على ما يبدو لديهم توجهات إمكانية توسيع المجابهة، وهذا أعتقد أن المقاومة مدركة لذلك ولن تستدرج إلى هذا الفخ الذي ممكن أن يسعى إليه نتنياهو وحكومته العسكرية. طيب أستاذ يوسف، بلا شك أنك تتابع الأخبار المتعلقة بإمكانية التوصل إلى هدنة، الحديث عن ممرات إنسانية، حتى الآن الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالمقاومة لا يؤكده في هذا الإطار. إن جرى التوصل إلى هدنة تحت صيغ مختلفة، تعتقد أن ذلك سيغير من موقف الحزب وعملياته العسكرية؟ هو اليوم بصراحة يعني على ما يبدو الإدارة الأمريكية التي هي أيضا تدير وتشرف على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة أصبحت في موقع محرج جدا في داخل أمريكا واتجاه الرأي العام العالمي، وهي تضغط على نتنياهو للذهاب إلى هدنة مؤقتة، وهم يترددون في حين يطلبون هدنة مؤقتة ثم يتراجعون ثم إلى آخره، في ارتباك كبير. والسبب الجوهري في ذلك أن إسرائيل لم تستطيع أن تحقق إنجاز يعيد الاعتبار لهيبة هذا الجيش المهزوم، وكلنا نعلم اليوم يعني عملية طوفان الأقصى هزت أسس الكيان الصهيوني، صار هناك تحدي وجودي لإسرائيل، وبالتالي أنا أعتقد مع الوقت ونأمل أن القمة العربية والقمة الإسلامية يمكن أن تأتي ببعض الضغوط من أجل يعني الذهاب فعليا، ضغط على أمريكا وعلى الغرب الذهاب إلى هدنة جدية، هدنة من خلالها يعني تدرس عملية صفقة كاملة أو تحضير صفقة كاملة
تبدأ عمليا بوقف إطلاق نار، إدخال مساعدات إنسانية، خروج جرحى، تحرير أسرى من بتبادل أسرى، ممكن هذا أن يمهد لإمكانية ما يصاغ من تسوية لمستقبل غزة ومستقبل القضية الفلسطينية. وبالتالي أنا أعتقد أن الحرب لن تحل شيء لإسرائيل ولا لأمريكا، الحل بالسياسة، والسياسة يعني الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. واليوم صرنا نسمع أن أيضا يعني حماس والفصائل الأخرى أصبحت مقتنعة أو قابلة بحل الدولتين، وهذا هو أنا رأيي بيت القصيد. هل ستذهب أمريكا مع حلفائها للضغط الجدي على إسرائيل أن اليوم كارت الحرب انتهى، وبالتالي بالحرب لن تستطيع إسرائيل أن تحمي نفسها، لأنه لابد لها من أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وبالذهاب إلى الحل السياسي الفعلي الذي يعني يستدعي اليوم إجراءات محددة، من وقف إطلاق النار إلى تأمين مساعدات لوقف هذه المجزرة البشعة الفاشية النازية. تحدثون عن نازية هتلر، أين هم؟ تجاوزوا هتلر بمئات الأضعاف. وبالتالي أنا لا أقول شعر هنا ولا كلام انفعالي، هذا واقع. هذه المرة الأولى يخرج نتنياهو ويقول نكون أو لا نكون، هناك تحدي وجودي لوجود إسرائيل. وبالتالي ما بعد عملية طوفان الأقصى لن يكون قبله أبدا. وبالتالي اليوم القضية الفلسطينية حاضرة بشكل قوي جدا وبشكل غير مسبوق في الوجدان العالمي، في الشارع الغربي الذي ببداية العملية طوفان الأقصى كان متعاطفا مع الجانب الإسرائيلي، لأن الوحشية الإسرائيلية، المجازر التي ترتكب بحق البشرية في غزة من قبل هذا العدو الغاشم قلب الصورة، قلب الصورة، وأصبح العالم أمام مشهد أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم تعرضوا إلى إبادة هم يبيدون الآخرين. وبالتالي أنا رأيي ستحرج خلال يوم يومين ثلاثة، ومهما أنا رأيي كمان واقع المقاومة جيد، واقع المقاومة ليس ضعيف، بالتالي سيفرض عليهم وقف إطلاق نار على أكيد. طيب أستاذ يوسف، يعني وجبهة لبنان مرتبطة بجبهة غزة أصبحت يعني طيب شأنها ما بينها. طيب يعني لا ذلك هو ما أعلنه أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن الحزب لن يقف على الحياة، تحديدا من نحن لسنا على الحياة. ذكرت في موضوع أنه حتى الآن منذ 8 أكتوبر الماضي يجري الحفاظ على قواعد الاشتباك، لكن البعض، لا أدري إن كنت ستتفق مع ذلك، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير القرار 1701 الذي ربما رسم ساهم بشكل أساسي في رسم قواعد الاشتباك بعد الحرب العدوان الإسرائيلي في العام 2006. وبصراحة 1701 يخترق أولا من الجانب الإسرائيلي، يعني أنا موضوعي وواقع. أولا إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية في تلال كفرشوبة ومزارع شبعة، وثانيا الطيران الإسرائيلي يعني لا يغيب عن سماء لبنان، الطيار الاستطلاع أو الطيران الذي يخترق الأجواء اللبنانية ويقصف في سوريا. وبالتالي نعم، إذا كان من الجهة الأخرى حزب الله يعني يتجاوز 1701، فلأن أيضا العدو هو البادئ وهو يعني لا يحترم هذا القرار. بالتالي جاء هاموس أكشتاين إلى لبنان ويطالب باحترام 1701، ووجه برد واضح صريح، دعا إسرائيل تحترم 1701، تنسحب الأراضي اللبنانية المحتلة، هناك نقاط 6-7 نقاط مختلف عليها في الحدود، وتنسحب من مزارع شبعة. ساعة إذن ما أخذ بعين الاعتبار ما يجري من تطورات في غزة يصبح الأمر قابل للبحث الجدي والإجراءات الجدية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. وبالتالي لا يمكن الكيل بمكيالين في هذه الأمور، يعني لا يمكن أن نطالب لبنان أو المقاومة وحزب الله أن يلتزم في 1701 ويومية الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية ويقصف في سوريا من دمشق إلى حلب. يعني من المسؤول عن عدم تطبيق 1701؟ هنا هذا سؤال جدي.
طيب. وأيضا يعني حزب الله يستطيع أن يسأل هذا السؤال، والمطلوب من المعني أن يجيب. نعم. طيب أستاذ يوسف، يعني والمعني هنا الأمريكي الأمم المتحدة مجلس الأمن. طيب هناك خطاب ثاني متوقع للسيد حسن نصر الله، ما الذي تراه قادما؟ ما الذي سيتحدث بشأنه وسيكون مختلفا عما كان في الخطاب الأول؟ شوف، أنا رأيي ضمنا هو سيبقى ملتزم بقواعد الاشتباك على ما أعتقد، ولكن مع التطورات التي تجري وخاصة بعد عملية استهداف السيارة المدنية لأطفال مع جدتهم، هذا التطور خطير. وثم التمادي في الإبادة في غزة وإطباق الحصار على الناس بالماء والكهرباء والدواء وكل شيء، أيضا هذا مؤثر. أنا أعتقد، وتعرف أنت أيضا يعني هناك يعني تطور يجري بالإقليم، يعني بما يسمى محور المقاومة اليمن. يعني طبعا اليمن هي من ضمن هذا المحور، وإيران تلعب دور في هذا المجال. أطلقوا مسيرات وسقطت مسيرة بإهلاك تجاوزت كل الحواجز على مسافة 2000 كيلومتر. الميليشيات العراقية تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، وأمريكا ترد. أيضا هذا أيضا ممكن أن يطور عملية النزاع، وبالتالي هذا ممكن أن يوسع الحرب إلى جبهات أخرى. هلا حتى الآن الأمريكية يعني نعرف أنه لا يريد توسعة الاشتباك، الإيراني يقول كذلك، ولكن تجري عمليات قد تستدرج الجميع بالصدفة أو عن طريق أعمال ما بعرف بالخطأ إلى مواجهات صعبة. وبكرة نصر الله أنا رأيي يعني يتطرق إلى هذا الموضوع وإلى مخاطر مثل هذا الموضوع، وإلى إمكانية أن تلجأ إسرائيل إلى محاولة استدراج لبنان عبر يعني الخروج على قواعد الاشتباك بتمادي في قصف العمق اللبناني. وهم أمس عملوا ذلك، هم قصفوا بعيد يعني بمنطقة عرمتة، منطقة جزين البعيدة جدا عن الحدود، يعني عن منطقة الحدود. طيب ممكن، مش دائما ممكن ضبط الأمور، وبالتالي سينبه لهذا الأمر وسيقول أن المقاومة وحزب الله مستعدين أيضا لتوسعة الاشتباك إذا كان يتطلب ذلك، أو إذا كان تمادت إسرائيل في عملياتها من هذا النوع، أو إذا كان حصل في المنطقة ما يستدعي انخراط حزب الله في ذلك. وطبعا رابط ذلك أيضا بعدم يعني الوصول إلى موقف لوقف إطلاق النار في غزة، إلى التمادي الإسرائيلي المغطى من أمريكا ومن حلفائها في هذه الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ممكن أيضا أنا بهذه الأجواء يعني سيكون هناك كلام واضح صريح أنه لا أحد يقدم ضمانات بأن تبقى الاشتباكات ضمن هذه الحدود والشعب الفلسطيني يباد في غزة. هذا كلام سيقوله نصر الله بكرة بوضوح. طيب التطورات الجارية أستاذ يوسف، من وجهة نظرك ألا تدفع ربما السياسيين في لبنان إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، سد هذا الشعور الرئاسي الذي ابتدى لأكثر من عام، أم أنك تعتقد أن هذه الأمور مؤجلة إلى ما بعد انتهاء هذه الحرب وتقييم ما سيتبعها من ترتيبات إقليمية؟ أنا من وجهة نظري بصراحة أمام هذه المخاطر التي تواجه المنطقة ومنها لبنان، يعني واحتمال تدحرج هذه الحرب إلى يعني توسعتها في المجابهة، بدون شك هذه لحظة حساسة جدا، مطلوب فيها من القوى اللبنانية المختلفة أن تتجاوز كل خلافاتها وأن تعود إلى إحياء دور المؤسسات الدستورية في لبنان. والمدخل إلى ذلك هو فورا الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية، مع يعني مع التنازل عن العديد من الشروط، إعادة إحياء مؤسسات الدولة. لأنه إذا فرضنا حصلت مواجهة، ليس هناك دولة، ليس هناك مؤسسات قادرة على التحرك، وبالتالي لا سياسيا ولا ميدانيا. وبالتالي إعادة يعني تكوين السلطة في لبنان أمر ضروري جدا جدا وملح جدا جدا،
هذا من جانب. من جانب آخر، إسرائيل الدولة العنصرية اليهودية، لبنان عندما يستكمل بناءه التعددي الديمقراطي في دولة تعددية ديمقراطية متماسكة، هذا أيضا يعني عنصر من عناصر المقاومة للعدو الإسرائيلي، أن هناك نموذج في لبنان تعددي تتعايش فيه أديان وطوائف بشكل سلمي ومتساوي، وبالتالي هذا يواجه الفكر العنصري وطبيعة العنصرية للنظام للكيان الإسرائيلي. اليوم أنا أقول لك بصراحة، يعني ممكن أن يذهب حزب الله وفريق الثامن من أزار أو ما يسمى الممانعة والمقاومة، أن يذهبوا غدا إلى انتخاب رئيس جمهورية، لأنهم في هذه اللحظة من المواجهة إذا كان الفريق الآخر وتحديدا يعني حليف حزب الله المسيحي يعني جبران باسيل الذي اختلف معه والآن يعود، إذا اتفق جبران باسيل مع حزب الله اليوم أو بكرة، وقد يتطرق السيد نصر الله في خطاب بكرة لهذا الموضوع، إذا اتفق وتجاوز اعتراضاته على المرشح سليمان فرنجي، فينتخب سليمان فرنجي بأسرع ما يكون، وهذا يعيد إعادة بناء المؤسسات. أما إذا كان لا يزال جبران باسيل على مواقفه واعتراضاته من هذا الترشيح، لا أعتقد حزب الله سيدخل اليوم. أنا بتمنى أن يدخل، وأتمنى أن يكون فعلا يعني هو أم الصبي في هذه المرحلة بالمعطيات التي أنا تقدمت بها إلى اللجوء لانتخاب رئيس. إذا مش سليمان فرنجي آخر ممكن أن يؤمن إعادة إنتاج السلطة في لبنان. ولكن للأسف يعني شو بدي أقول لك يعني للأسف هناك يعني تغلب المصلحة الذاتية للقوى السياسية للأحزاب على المصلحة الوطنية. ودائما نقول هناك نموذج، أنا الانقسام داخل الكيان الصهيوني داخل السلطة الإسرائيلية، شاهدنا 6 أشهر من المظاهرات المئات الألفية بإسرائيل، انقسام كتير حاد. عندما واجهت مشكلة الكيان الصهيوني توحدت القوى بغض النظر مستوى القوى، لكن اجتمعت وتآلفت وتوحدت. هذا مطلوب من اللبنانيين في هذه اللحظة بأسرع وقت، لو كانوا يتحملون مسؤولية تجاه الشعب، وكان يعنيهم أولا الشعب والوطن بدون شك. أنا هذه صرخة يعني أطرحها عبركم عبر محطتكم الكريمة وشاشتكم الكريمة، بس ما بعرف يعني تعرف ميزان القوى هو يفرض هذا الأمر في الساحة اللبنانية. نأمل أن يصل صوتنا للجميع. أشكرك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف مرتضى، شكرا جزيلا لك.